عينك ليه عنده غيابي بس يا رب. وفاكر امبارح كان عيط ما جيتش يحل تجيحل بقايدة عجزة أمر بعيد دي قلت سنة تيجيني إخبارها. اسمح لي أنا ضعت الطريقة أنا السيدة مسكينة عند البولانسيا تودك شي قد لي نعاونك لعاونك وخي الحالة دي ألا صعيب تستحمل أنها تسافر من طنجة الرباط ولا تنكازا قالت لي غير جبر شي كان بيع وقام عندي من بيع وفي الآخر كي تقولي لا ما كيش الموطع علاش كتدروا على فلوسي ما كنا شي تالموطع في البريفي علاش يطلع ليها بوحدة تما مخلوعة وكورة ما يقدرش يتهضر درت معاها انا كتخرج الهضرة بالزز وكتقول لي الله يخلي لك كارة مع تقنيت انا ما خليت معاها مت بغيت الفلوس كنهضر مع الاطباء كاملين كيقولوا لي 5 مليون ليلة كنقول لهم واخا علاش هي الاولى اللي جات وهي اللي حالتها كومبليكي ما يسبقوهاش هي الاولى في غيانيماسيون علاش بوحدة بقات كانوا معاها ونسيناها واحد الجوج دابا بقات بوحدة في البيت تجمد بوحدة تما والديوان اليوم ما كاينش شي باقي صغارين وهزين اسره ونقدروا نعتقوهم شكون قال لكم شداتي ماشي باقي صغيره وما هزتش شي اسره علاش شكون اللي كياخذ هاد القرارات ان اللي صغير واخا يلاه جا يدخل هو الاول للغيانيماسيون شكون اللي كياخذ هاد القرار اكسجين 15 لتر وكتنزل لها حتى 73 وما بقاتش قادره تستحمل ما كتقدرش تهضر وجابوا الناس من موراها ودخلوها من غيانيماسيون ملي كنسقسيه وكنغوتو كيقولو لنا لاحتو هما صغار اي طبيبة كانت كتقول لي كلشي ولكن دابا انا من نهار 3 في الليل عجزة واقفة على الغيانيماسيون واقفة على الغيانيماسيون عند القلب الممشى لا في الدات ديالها كامل الساتيغاسيون كتنزل لها بزاف واخا بالباب في السبيطار ما كيدار معاها حتى شي واحد كلشي كيغوت عليها والبوليس تما بتاعها ما كتعطيها لي زانفورماسيون على داكشي انا سقسيت في ستوريات باش امو اللي خدام تما يعطيني غير الخبر شحال وصلت لها الساتيغاسيون شنو هي الحاله ديالها والله يجازي بالخير اي انفيرمير شكون اللي خدام في داك السبيطار غير باش يعطيني الخبر حيت ما كيخليو حتى شي انا كاينه غير انا وختي انا في الاول ما كيصيق الخبر لا ماما لا خالتي حتى ماما فيها كورونا حتى خالتي مرضيه بكورونا تما في طنجه انا هنا في كازا اختي بوحده واقفه حبيبي بلا زواج كتخرج دائما السوق تسخر ضروري كتخالط بزز منا مشات غير اكسجين طايح لها سبيطار في طنجه ودوان سبيطار اخر وانا جيت هضرت معاكم قلت لكم ما لقيت حتى شي انعاش لا بفلوس لا بطاط دخلت سبيطار كيف ما متبعين معايا عادي صحتها مزيانه كتشرب الدواء ديالها يا جات كورونا قبل مني ضروري تجيها حتى شبر عائله كامله جدي ماشي اي جده ما عرفتش شنو الحاله انا عاجزه كنحس بالعجز ما عرفتش شنو نقدر نعمل وكيفاش غادي نعاونها وقف على الانعاش الغنى عليكم كتبدا تسمعوني واخا صوتي هيدا انا ما جيتش نبكي ولا نشكي اللي كيسقسي عليا انا ماشي مهمه فهاد اللحظه اللي كان يعاوني ليلي يشوف كيفاش يعاون جداتي جداتي هادي ماما لا تنساوش تزورونا على الصفحه الرسميه ديال لاله مولاتي وتضغطوا على سبسكرايب باش توصلوا بكل جديد